النفسية حق إنساني عالمي. تحت هذا الشعار أعلن الاتحاد العالمي للصحة النفسية موضوع عام 2023، وأكد أن الحصول على خدمات الصحة النفسية مسؤولية إلزامية على عاتق المنظمات الحكومية العالمية. تعتبر الصحة النفسية جزء مهم من الصحة العامة، وتشمل السلامة العاطفية والنفسية والاجتماعية اللي تأثر في طريقة التفكير والشعور والعمل والتواصل مع الآخرين، كما أنها تساعد على تحديد كيفية التعامل مع الإجهاد والضغوط واتخاذ قرارات صائبة. فالصحة النفسية مهمة في كل مرحلة من مراحل الحياة. باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية حول العالم وتكريس الجهود لدعم الصحة النفسية. وللحديث أكثر عن اليوم العالمي للصحة النفسية وأهميته، خلونا نرحب باستشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم حمدي، صديقنا الدائم. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. أحيانا إن شاء الله الصحة النفسية دائما. أيوة، إحنا دائما نقول، صرنا نقول كيف صحتك النفسية قبل لا نبدأ أي شيء. صحيح. صارت في النزالات، صارت في الحروب، صارت في المباريات، كل شيء، في كل شيء دائما الصحة النفسية. خلينا أول شيء نتكلم إيش يعني هذا الشيء، الصحة النفسية. هذه السنة هي منظمة الصحة العالمية شعارها لهذه السنة الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان الأساسية. فالصحة النفسية زي ما تفضلت هي شيء أساسي في حياتنا وليست رفاهية. الصحة النفسية هي احتياج أساسي وشيء أساسي في حياتنا، فبدون صحة نفسية لا صحة، بدون صحة نفسية فنحتاجه في كل جوانب حياتنا، ينعكس على صحتنا الجسدية، ينعكس على إنتاجيتنا، ينعكس على حياتنا الأسرية، الاجتماعية، المهنية. فبدون صحة نفسية ما راح نقدر نمشي في الحياة. احنا نقول لكم كل عام وانتم بخير، يعني هذا يوم ميلاد. هذا يوم ميلاد. يعني ايش أهمية وجود يوم عالمي للصحة النفسية واختيار هذا اليوم تحديدا؟ نعم، هو منظمة الصحة العالمية كل يوم 10 اكتوبر من كل سنة اسمه اليوم العالمي للصحة النفسية، يختارون كل سنة موضوع. مثلا السنة الماضية او اللي قبلها كان في موضوع الوقاية من الانتحار، ثم الاكتئاب. هذه السنة شعارهم الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان الأساسية وليست رفاهية، وكل الحكومات والدول ملزمة أنها يعني تنشئ مراكز صحة نفسية في كل القطاعات، في المدارس، في الجامعات، في الوظائف، في المراكز الصحية الأولية. فهذه كأنها صارت رتم حياة أساسي. الناس ماخذين فكرة أنه الصحة النفسية شيء ثانوي ومو مثلها مثل الصحة الأخرى، أو يعني حالة اجتماعية عاطفية. إيه نعم. يقولوا فيها رفاهية. إيه لا، هذه فقط الصحة النفسية شيء أساسي وحق من حقوق الإنسان، وعلى الفرد أنه يبحث عنها ويخليها أولوية في حياته قبل ما تكبر ويصير مشكلة أو اضطراب نفسي. طيب إيش أهميتها للإنسان؟ بدون صحة نفسية، والصحة النفسية ولو فكرنا فيها الاستقرار النفسي يخلي الإنسان منتج في حياته، يخليه الإنسان عضو فعال في المجتمع، يخليه طبيب ناجح، يخليه مذيع ناجح، يخليه طيار ناجح. تخيل بالله الإنسان عنده مثلا ضغوطات أو مشاكل نفسية، في كيف بيكون إنتاجيته في العمل وكيف بيكون تركيزه؟ يخليه أب، يخليه يحسن موضوع التربية، يحسن موضوع الإنتاجية في المجتمع، يخليه عضو. فدائما الصحة النفسية لها ارتباط، حتى تخيل بالله الأساسيات الحياة اللي هي النوم والأكل والشرب والأشياء الأساسية، بدون صحة نفسية أو فقدان الصحة النفسية أو عند اكتئاب أو قلق حتى الأشياء الأساسية في الحياة اللي هي النوم والأكل يصير عندها مشكلة فيها، تأثر على حياتنا. نعم، تأثر على حياتنا. عدم وجود الصحة النفسية أو الاضطرابات النفسية، أما الاكتئاب والقلق والمشاكل النفسية بالعموم، الاحتراق الوظيفي، يؤثر على حياتنا الجسدية الفسيولوجية، يخلينا أكثر عرضة للأمراض الجسدية، مشاكل الضغط والسكر، المشاكل العصبية الأخرى، يخلينا أكثر عرضة للمشاكل الأسرية والانفصال، يخلينا أكثر عرضة للمشاكل الاحتراق الوظيفي ونترك الوظائف ويكون عدم منجزين في المجتمع. طيب إيش هي العوامل دكتور اللي تأثر على الصحة النفسية؟ العوامل، الأشياء اللي تزيد من مشاكل الصحة النفسية وظهور الاضطرابات النفسية، رقم واحد التراكمات والضغوطات وصعوبات الحياة وكثرة المسؤوليات والصدمات. فكل ما كان عنده الإنسان قدرة على التكيف وترتيب الأمور وعدم التراكمات والقدرة على الفضفضة، كل ما كان صحته النفسية أفضل. رقم اثنين الوراثة، في كثير دراسات تتكلم عن الجانب الوراثي في الإنسان مثلها مثل أي مشكلة طبية أخرى، إن الوراثة تزيد من نسبة الإصابة بالمشاكل النفسية. رقم ثلاثة رتم الحياة
الغير صحي، سواء قلة الرياضة، النوم الغير صحي، هذه كلها تزيد من المشاكل النفسية. رقم 4 طبيعة الشخصية الانضباطية الحريصة القلقة المثالية الزايدة تخلي الإنسان عرضة للمشاكل النفسية. طيب طرق يا دكتور التعامل مع هذه المشاكل الصحية النفسية اللي الواحد يتعرض لها، وانت ذكرت يمكن عدد منها. في البدايات مثلا وراثة صعب انك تغيرها، في الوراثة والمشاكل الصحية لا سمح الله صعب انك تغيرها، بس تغيير نمط الحياة، رياضة، تجنب الضغوطات، تخفيف من نمط الشخصية المثالية، الحرص على التواصل الاجتماعي، تحسين رتم الحياة، تحسين جودة النوم، هذه من الأشياء الأساسية اللي دائما نطالب فيها الناس أنها تعطينا صحة نفسية أفضل وتخلينا أكثر مناعة للضغوطات ومشاكل الحياة. طيب أكثر من 3 سنوات ونص تقريبا أو 3 سنوات ونص مرينا فترة كورونا، أثرت على حياتنا الصحية؟ أكيد، عالميا في دراسات كثير حتى أيام كورونا زادت الضغوطات النفسية والمشاكل النفسية بتقريبا من ضعفين إلى 3 أضعاف. صار الناس كثير صار عندهم توهم المرض، القلق المرضي، الخوف على الأهل، الخوف على الصحة، المشاكل، والله يلومنا موضوع العزلة وضعف التواصل الاجتماعي كان وقتها أثر كثير على الناس وموضوع الحجر. فنعم كورونا وجائحة كورونا أثرت كثير عالميا على الصحة النفسية، خلت الناس أكثر وعي بالصحة النفسية، أكثر طلب للمساعدة النفسية، وكان في تغيير. إلى الآن في ناس يعانون من آثار جائحة كورونا بسبب المرحلة والفترة العزل والقلق والخوف المرضي اللي كان يصير. طيب في بعضهم يقول لك أنا يعني ممكن عندي ضغوطات، وكل ما حطيتني، هذا أسمعها عند المبدعين على قولتهم، كل ما حطيتني تحت المجهر وفوقي ضغوطات أنتج وأبدع. نعم. كيف يعني ظاهريا في بعض الشخصيات اللي هو يحب الإنتاجية أو كأنه يفرغ طاقته في العمل، فهذا نوع من أنواع الشخصيات وهذا طبيعيا، بس إلى متى بتكون بهذه الطاقة؟ إلى متى بتكون هذه الشخصية؟ ممكن تمشي مرة مرتين يعني؟ تمشي مرة مرتين ثلاث، بس أول ما تزيد المهام عليك أو تزيد المسؤوليات أو تزيد طاقة، سبحان الله الإنسان له طاقة معينة وطاقته النفسية لها ليمت معين، وأول ما يصير الإنسان زادت الضغوطات أو زادت المسؤوليات عنده، صح أنه منتج بس أكثر عرضة للاحتراق الوظيفي أو أكثر عرضة للمشاكل النفسية، وممكن في أي لحظة يصير عنده شت داون ودروب. طيب احنا ودنا تعطينا طرق التعامل يعني مع هذه الحالات، الحاله النفسيه. خلينا بس ناخذ الجزء الاهم في العائله، الاب والام مع الاطفال. نعم. دائما اقول الصحه النفسيه تبدا من اول يوم ولد فيه الطفل، فالتنشئه، التربيه، الحرص على الصحه، الحرص على التعليم، التربيه الصحيحه، العنف الاسري، العنف اللفظي، العنف الجسدي، عدم التمييز بين الأبناء، الحرص على صحتهم ودراستهم بشكل والتنشئة الصحيحة، نعم لها مردود كبير على المستوى الشخصي إذا كبر الطفل أو كبر الإنسان. فهذه الصحة النفسية مبنية من أول يوم يولد فيه الطفل، من ناحية التغذية، من ناحية التربية، من ناحية الحرص، من ناحية الأمان الأسري، الأمان المادي، الأمان التعليمي، فتنعكس على شخصيته مستقبلا. في دراسات كثير الناس اللي عندهم أو مروا في ظروف مثلا الأيتام أو العنف الأسري أو العنف الجسدي أو كان عندهم مشكلة في التعليم أو تنمر، هم أكثر عرضة للمشاكل والإضطرابات الشخصية النفسية مستقبلاً. أنا بسألك سؤال إن شاء الله ما يستفزك دكتور، يمكن ليش صار الاعتقاد القديم، ما أدري إذا هو تغير حالياً، زيارة الطبيب النفسي يعتبر وصمة عار على الزائر، ليش؟ نعم، إلى الآن هذه موجودة صراحة، أخف من أول الحمد لله بسبب التوعية. إلى الآن رابطين الناس أو المجتمع بالعموم إنه الصحة النفسية أو الطب النفسي ليس مثله مثل الطب الآخر. ما يدرون إنه عالمياً معروف الاكتئاب والقلق هي أمراض نفسية عضوية جسدية مثلها مثل القلب والسكر والأماكن الثانية. موضوع الغيبية وعدم موضوع الأعراض، ودائما يربطوها بموضوع السحر والعين والأشياء الغيبية، وهذا غير صحيح. الأعراض الاكتئابية القلقية الاكتئابية هي أعراض نفسية جسدية مثلها مثل أي أمراض عضوية أخرى، ليس لها علاقة بضعف الشخصية ولا ضعف الدين، قد تصيب أي أحد، والعلاج النفسي مثله مثل أي علاج طبي آخر. أكيد بزيارة الطبيب تتحسن، مثل ما أنا قاعد أجري معك اللقاء ونفسيتي تحسنت معك دكتور.
دكتور. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم حمدي اللي أعطانا بعض النصائح المهمة في هذا اليوم العالمي للصحة النفسية واللي ارتبطت بالإنسان. خلونا نشوف ملخص بسيط عن هذا اليوم العالمي.